السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، في يوم مشمس ومليء بالرياح بنعمل حلقة النهاردة من ساحة ميوزيوم أو متحف الإرميتاج في سانت بيترسبورغ. حلقة النهاردة مش هتبقى قصيرة، هتبقى طويلة حبتين. هنتكلم في أكبر حزب موجود من العرب يمكن في العالم كله، اللي هو حزب العواطلية. حضرتك تتميز بشيء مهم جدا لما تبقى عواطلي أو مش لاقي شغل، أهم حاجة هي حرية الاختيار. الموظف مكبل، مربوط بمرتب ومدير ومصاريف في البيت، بينما حضرتك مربوط بالمصاريف وحاجات كتير، ولكن حضرتك حر، ممكن تطير، ممكن تروح تاخد وظيفة بتاخد 200,000 روبل، ممكن تروح تاخد وظيفة بتدي 2,000 روبل في اليوم. يعني من هنا لهنا حضرتك كافة الأريحية وظروف كلها مواتية. هم ثابتين وحضرتك متحرك، هم على الأرض وحضرتك ممكن تطير فوق، ممكن تنزل تحت الأرض، ممكن تمشي فوق الأرض، حضرتك ممكن تعوم، ممكن تطير، ممكن تبلبط، ممكن تزحف، اعمل اللي انت عايزه. هم ليهم طريقة مشي وحركة واحدة، الموظفين. ففي واحد يقول لي بس ليه اصحابي ليهم شغلهم الخاص وبتاع، معلش الشغل الخاص برضو بيكون رابط الواحد ورا مصاريف محتاج ان هو يصرف عليها باستمرار، ما يقدرش يتاخر. حضرتك لازلت حر، استغل الحريه دي، وان طالت مرارتها او طال وقتها وطالت معاها المراره، حضرتك برضو معاك الاولويه، معاك الافضليه. معنى ايه؟ معناها ان حضرتك مكمل لقدام وهم واقفين. بص على الجيات ما تبصش على الرايحات. يعني ايه الجيات؟ يعني هيجي لك لسه فرص. الرايحات معناها ان لسه يعني حاجات راحت خلاص مش هتيجي تاني. شو بقى الغلاسة بقى، ما عارف حد يبقى شايف التصوير ويعدي من قدامه عنوة. المهم، فيبقى عندك مثلا اترفضت في شغل، كنت في شغل ورحت، خلاص راح اللي راح راح، ما تفكرش فيه تاني. واحد يقول لي طب يا عم اصل ممكن يرجعوني وبتاع، ارمي ورا ظهرك اللي جاي اكتر بكتير. البلد ما تفرغتش على مكان العمل ده، في اماكن كتيره وظروف كتيره، وما عندكش مثلا حاجه تجبرك انك تشتغل في مكان معين، او مثلا مكتوب في الفيزا بتاعتك او في الاقامه بتاعتك انك يجب ان تشتغل وظيفه كذا في مكان كذا، ولما شغلكش خلاص بقى روح ولع في نفسك. مفيش كده، حضرتك حر تختار اللي حضرتك عايزه، ودي ميزه كبيره جدا. اضف الى ذلك ميزه قلتها لك زمان، قلت لك ان في وقت الفراغ ده تقدر تاخد كورس، تقدر تتعلم حاجه ببلاش، تقدر تخلص ورق. مزايا كتيره اخوك اللي بيشتغل مش قادر يعملها وبيحسدك عليها، يقول لك يا رب يا ريتني عندي بعض الفراغ، عندي 10 20 يوم كده زي حضرتك فاضيين اخلص فيهم كل حاجه. حضرتك يوم ما تشتغل هتلاقي نفسك اتزنقت وتكبلت وبقيت زيهم، وهتعرف النعمه اللي حضرتك كنت فيها. مش بقول لك تفضل عواطلي طول السنه، ولكن اعمل اللي عليك، وطول ما خلو الشغل وما فيش شغل بيطول، طول ما حضرتك مالي الوقت ده بحاجات مفيدة، مليه بحاجات تفيدك وحاجات كنت مش عارف تعملها بقى عندك الوقت انك تعملها. الرياضة، الاوراق، الزواج اذا كنت بتدور على زوجة حتى لو مفلس، ما طبعا اللي خلي شغل هيبقى معهوش فلوس، فأي حاجة مجانية ممكن تعملها. الحب ببلاش، الحب مش محتاج فلوس. انك انت واحدة تعجب بيك وتتفق انكم هتتجوزوا، ده مش محتاج فلوس، محتاج فلوس لما تيجي تتجوزوا وتعيشوا في شقة. وحضرتك أكيد مش قاعد في الشارع، أكيد قاعد في شقة معاك مثلا شوية فلوس من قبل كده بتدفع بيهم الأقساط، قصدي الإيجار. الحلقة خلصت، يا رب يكون كلام مفيد. وتاني وتالت ورابع أقول لك حضرتك حر وهم مكبلين، فقبل ما تكبل استفيد بالحرية دي كويس قوي لأنها هتوحشك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير في حفظ الله، واللقاء موصول في حلقات جاية إن شاء الله. السلام عليكم.